كمان وانت بتختم الموسم، وده شيء مهم جدا، وانت بتحتفل وانت على القمة. انت عارف كويس قوي ان الحفاظ على القمة بالتأكيد اصعب من الوصول اليها، ولكن بتزيد الصعوبات لما بنبدأ نبص شوية كده على الماضي القريب، ونبدأ نشوف التغيرات اللي بتحصل في كرة القدم المصرية وفي بعض الأندية، واللي النادي الأهلي بيدفع ضريبتها. عشان كده عندنا وقفة مهمة جدا عند كلمة الكابتن محمود الخطيب عن صعوبة القادم، وهنفصص كده بطريقتنا اللي احنا لاحظناه أو شفناه، أو ربما يكون ده قصدنا، أو ربما يكون ده تخوفنا أيضا مع الكابتن محمود الخطيب، ربما هو يقصد شيء وإحنا نقصد شيء آخر. ولكن خلونا نستمع لجزء من كلمة الكابتن محمود الخطيب عن صعوبة ما هو قادم. الفيديو جاهز يا جماعة. كمان وقبل ما أشكر كل بطل من أبطالنا اللي بنحتفل بيهم، عايزه بالنيابة عن زمايلي في مجلس الإدارة نهدي كل البطولات دي لجمهور النادي الأهلي، جمهور الأهلي اللي أنا مهما شكرته مش هديله حقه، ومش هكون مبالغ أبدا لو قلت إن احنا محظوظين بجمهور النادي الأهلي أو بجمهور الأهلي. عشان كده أنا بهديهم هذا الإنجاز اللي يستحقوه هم اللي يستحقوه، وبقول لهم النادي الأهلي محتاجكم أكتر في اللي جاي. وأنا بقول الكلمة وبقصدها، اللي جاي صعب وصعب جدا، وأنا بقصد الكلام ده، اللي جاي صعب وصعب جدا. وجمهور الأهلي هو كلمة السر في تجاوز كل الصعاب، بعد طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. بمناسبة الكلام عن الجمهور، الحقيقة احنا خطبنا اتحاد الكورة من اسبوع تقريبا، وطلبنا منهم يتواصلوا مع الجهات الأمنية علشان يكون الحضور الجماهيري في الموسم الجديد بالسعة الكاملة في كل المباريات، ولكل الأندية في كل المباريات ولكل الأندية. ليه لا؟ وإحنا هنخاطب كمان باقي الاتحادات الرياضية علشان زيادة الحضور الجماهيري في كل اللعبات. والحقيقة الأمن ورجاله المحترمين نجحوا بامتياز في كل التجارب في المواسم اللي فاتت، والأمن يملك من الكفاءة والقدرة على ده، وإحنا بنشكره على كل مساعداته ودوره الواضح في إقامة كل الأنشطة الرياضية. يا جماعة، الجماهير عنصر أساسي ورئيسي، ولازم الجماهير ترجع بأعلى سعة. والدولة المصرية وكل مؤسساتها الوطنية ما بتتأخرش وبتساعد على ده، بس احنا لازم نعمل اللي علينا ونجهز نفسنا ونرتب كل حاجة صح قبل بداية الموسم الجديد. دايما دايما مجلس إدارة النادي الأهلي بيكون حريص كل الحرص على جماهير النادي الأهلي. دايما دور جماهير النادي الأهلي كرقم واحد في معادلة بطولات وإنجازات وتاريخ النادي الأهلي موجودة دايما عند مجلس إدارة النادي الأهلي. ولما يتحدث الكابتن محمود الخطيب أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية، فهو بيتحدث عن تعامل مباشر وهو لاعب مع جماهير النادي الأهلي، وعارف قد إيه تأثير النادي الأهلي على اللاعبين، فهو جاي من الملعب. عشان كده دايما بنقول إن أكثر الفرق المتضررة لغياب الجماهير أو لانحصار عدد الجماهير في 3000 هو النادي الأهلي. شفنا مشاهد حضرية من جماهير النادي الأهلي في مباريات أفريقية كانت واضحة للجميع، سواء مباراة الهلال السوداني أو حتى النهائي مباراة الوداد البيضاوي المغربي، وقد إيه لعبوا دور إيجابي جدا مع جماهير مع لاعبي النادي الأهلي. لاعبي النادي الأهلي اللي اتحرموا أوقات كتيرة جدا من إنهم يشوفوا المدرجات وهي ممتلئة عن آخرها.
اعتقد احنا قادرين اننا ننظم مباريات ممتلئه عن اخرها، وعوده جماهير النادي الاهلي ده احد اهم مطالب النادي الاهلي، لدرجه انه الكابتن بيحتفل وبيقول كلمته بيشير للجهات الامنيه وللخطاب اللي تم ارساله اتحاد كره القدم المصريه عن ضروره الاهتمام بدور الجماهير، عشان غياب الجماهير خلى دول اخرى وخلى دوريات اخرى تتحدث عننا بشكل ممكن يكون اساء او اثار حفيظتنا، وكان حقنا طبعا، ولكن احنا مش هنعمل التغيرات دي الا لما يكون على ارض الواقع شكل الجماهير في الاستاد واضح للجميع، وجماهير النادي الاهلي دايما ما بتحتاجش وصايه على النادي الاهلي او وصيه من النادي الاهلي، دايما في ظهره ودايما بتقول على المره والحلوه معاه. لكن النقطه الاهم هي فكره الصعوبه وارتباط الصعوبه بدور الجماهير. خليني اقول لك ان الرساله اعتقد واضحه، ان الصعب اللي جاي بتكاتف جماهير النادي الاهلي خلف الفريق نقدر نعديه. بس هي هنا انا عندي وجهه نظر ايضا من الصعوبه في اللي جاي، وده اللي انا قلته قبل الفيديو، وهو فكره ارتباط بالماضي القريب. بعض الانديه لما بيحصل عندها مشاكل اداريه وبتبدا تشوف استقالات جماعيه، فبتبدا تلاقي مجاملات واضحه وايادي كتير ممتده لدعم الانديه من اجل الوجود في المنافسه، من اجل الحفاظ على وجود النادي في المنافسه. يعني تلاقي مبالغ ماليه ضخمه جدا بيتم ضخها، تلاقي ارصده كان عليها حجوزات بيتم رفعها، تلاقي طاقم تحكيم، مش طاقم تحكيم، لجنه حكام ماشيه في اتجاه ان دايما وابدا التحكيم في اتجاه واحد ولصالح فريق واحد. كل الامور دي ايضا بتثير مخاوفنا وبتاكد ان الموسم اللي جاي صعب، لان ايه اللي هيختلف من بعد الفوز ببطولة أفريقيا التاسعة عن الوقت الحالي والموسم القادم؟ المفترض اللي يختلف الإرادة الرياضية، المفترض اللي يختلف أن يكون في عدالة، المفترض اللي يختلف أن يكون في شفافية. أعتقد مفيش حد هيزعل أن لو تواجد العدالة، بس العدالة بمعناها ومفهومها الواضح، العدالة بمعناها ومفهومها الواضح، مش كوتة بيتم توزيعها ولا أحقية مش من حقك اصلا ان انت تطالب بيها. العداله يعني بطالب بتحكيم على اعلى مستوى، الحدود الاخطاء تنخفض بنسبه كبيره جدا. احنا بنقول مش عايزين تحكيم بدون اخطاء، اكيد كل حكام اي دوري في العالم فيه اخطاء، ولكن مش عايزين تكون الاخطاء في اتجاه واحد، عايزين نشوف اطقم تحكيميه محترمه، عايزين نشوف تطوير التحكيم، عايزين نشوف جماهير مفتوحه للجميع. واعتقد اي نادي شعبي المفترض ما يعترضش على خطاب عوده الجماهير باكملها، عايزين نشوف منظومه رياضيه عادلة فيها نزاهة فيها شافية، عشان احنا عايزين نشوف الاهلي بطل، لان النزاهة العدالة الشافية معناها واحد فقط لا غير في قاموس النادي الاهلي، هو تحقيق البطولة. اعتقد يا فارس كان كلام واضح من الكابتن، واعتقد مخاوف واضحة. اعتقد اللي انت بتقوله في جزء يعني من المضحكات المبكيات اللي هو ايه؟ ان انت توصل في يوم من عقلك الباطن اللي مستغرب ان النادي الاهلي بيتكلم عن حضور جماهيري، ونادي الاسماعيلي، نادي الاتحاد، الانديه الشعبيه ما بتتكلمش ولا بتؤيد النادي الاهلي في مطالبه، لدرجه ان انت يا اسامه تقول اعتقد الانديه دي مش لازم تطالب، ده انت بتقول مش هتعترض. مش لازم تعترض بالظبط. فده استقر في نفسك ليه؟ لان انت شايف الوضع غريب، ان يا جماعه النادي الاهلي تحس ان هو ايه؟ بيتحمل مسؤوليه الرياضه المصريه. ما هو انا مش مفترض كنادي شعبي، اولا يا جماعه الحضور الجماهيري عامل مهم جدا من الموارد فوق ما تتصور. انا لو بيحضر لي ماتشاتي 50,000 كل مباراه ولا 40,000 مثلا في المتوسط كافريج، هلاقي اخر السنه لا عندي رقم مهم جدا. ما هو مش كل الانديه هيئه استاد القاهره مثلا بتستحملها زي انديه اخرى، لا انت بتدفع مقدما، وده اتقال الانديه كلها بتدفع مقدما الا نادي واحد ده عليه 4.5 مليون ومفيش مشكلة وبتاع وبالراعي ظروفه، انت وضعك مختلف، فبالتالي محتاج جمهورك يحقق لك ايرادات فتقدر تتعامل. لأن مش محتاج حد يراعي ظروفي. محدش بيراعي ظروفك. أصلا أنت محدش بيراعي ظروفك. ما تخليها تيجي مننا احنا، مش عايزين برضه حد يراعي ظروفي. فالقصة غريبة، يا جماعة هو معلش فين جمهور الإسماعيلي؟ يعني فين إدارات الإسماعيلي؟ فين الأستاذ علاء وحيد؟ اللي بيطلع دايما نلاقيه كده حتى لو لا يشغل منصب رسمي دلوقتي، اصل مش عارف الاهلي ما بيلعبش فين. طب انت سيبك من مباراه واحده دي قصتك فيها، فينك ان انت يبقى عندك جمهورك اللي هو جزء رئيسي، لان انت بتصارع للهروب من الهبوط على مدار موسمين او ثلاثه.